السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني وين عدلي ينقلب على بالماضي وين يرجع قراره لتمثيل الخض. حنا بصعيبين نقول لكم كلمة برك، علاش حنا القائمة دائما القائمة نديروها، يعني تيديرها ديشون باش نديرو قائمة. أنا هذا السؤال يبقى مطروح، هذا السؤال بعد ما دينا كأس إفريقيا ولينا القائمة تاعنا نديروها قبل لا يدير نديروها مور تيعلن ديشون المنتخب الفرنسي يعلن على القائمة تاعو باش حنا نديروها. وعلاش؟ قولوا لنا علاش. أنا هذه اللي هذه على حراورة غينيا غينيا عندنا تاع القائمة تاعها أمس، صحيح أعلنوا عليها، درتها لكم في الفيسبوك، أعلنوا عليها نورمال غينيا، المدرب تاع غينيا حنا على ما نعلنوش عليها، على حنا بري حنا عندنا لعابة بريزيل، ها ما نكذبوش على روحنا، عندنا لعابة راهم يلعبوا في القمر، رانا نشوف قارو النازا تعطينا شكل وش بكاش، ها ما نكذبوش على روحنا. بقاو نكذبوا على روحنا، ما نديروا والو، ما غادي نديروا والو، ما نخدموا والو كيما هكا صاحبي. تقارعوا لفرنسا تعلن، بعد حنا نعلنوا باش يجي القصف شباب، باش الشعبويه كاينه، خاطش على والفنا الشعبويه، والفنا نكذبوا على روحنا، والفنا نأمنوا بالكذب، نأمنوا بالكذب، خاطش الناس ولاو يعطوا محتوى للشباب الصغار هذو، يعني معيشينهم في احلام، ولاو يعيشوا فيهم في احلام. بنروحو نجيبو كوب دي موند، بنجيبو الكحلوتشا، بنجيبو البلوندا، بنجيبو المصفارة، بنجيبو البيضة، بنجيبو الزرقاء، بنجيبو احلام. وفي الواقع ما كان والو. كيما يباتوا يكذبوا عليكم، كانوا يكذبوا عليكم، ماتش يتعاود، ماتش يتعاود، ندوه لا 100% ندوه، لا ما نعاودوش، ندوه. عاودي شا تدي؟ شابي تدي لفت، روح دي اللفت، دي اللفت برا انت، انا نقول لك دو اللفت طلقت. لا ما لا لا صايق ما يشوفناش. اي طورا في قطر راه يحصل في القطريين، قال لهم نعاودو غير الماتش، ودي ما بيتعاود قاعدين بالكذب. من بعد يخرجوا لك ناس في الفانيك يعاودوا غير هما، فلان راه رايح لباريس سان جيرمان، شو الاحلام كي دايره. فلان على قلنا لكم راهم يديركم محتويات، يعني مكاش كاع. انا هذا هو السؤال اللي نطلبه، علاش نقعدوا نقارعوا حتى ديشون ديال القائمه حنا نديروها من 2019 الواحد، من ناضت الهضره على عوار وعدلي وآية النوري طبطب، ولينا حنايا ما نديروش القائمه تاعنا، تا ديشون يديرها باش حنا نديروها. علاش هذا السؤال بقى مطروح؟ على ما نديروش حنا الاول، على ما نديروش مع غينيا؟ كودرنا مع غينيا، ها راهي غينيا مي ما عندهاش شواكره نورمال، نيجيريا دروك تعلمنا ليها، بقاو حنا توالا برك. يعني فتو القصف يجي شباب، فتو الشعبويه، ننساو الاداء وننساو ونهضروا على عوار، نهضروا على عدلي، نهضروا على آية النوري، نهضروا ناس تعاير يعايروا، ما خفي اعظم، قسما بالله العلي العظيم قولكم ونعاودها لكم، واحد كيما عوار اقسم لكم، راني نهضر لكم على اليوم، مانيش غدوه شكاينه، ما على بالي شكاي غدوه ان شاء الله، بصح نهضر لك على اليوم من الاتحاديه الداخل، والله اللي قارعوا للضوء الاخضر المدرب ما تريقلش حبس له، كوتش اللي كهضر مع عدلي تيجي، اوكي المدرب اللاعب يحس روحو غير مرغوب فيه، ميم اللاعب يحس غير مرغوب فيه، ميم المباريات ما يجيبولكش انتباه كبير، كيما نقولوا حنايا نكون لعبنا مع البرازيل، لعابه يكونوا واجدين يحضروا مليح، يجوا متحمسين باش يلعبوا. غينيا بطلة العالم 7 مرات، شو كيفاش؟ وانكشفت تقارير يعني اعلاميه عن سبب التي
أدت باللاعب ميلون ياسين عدلي عن تراجع لتمثيل المنتخب الجزائري يعني في هذه الفترة فقط، وعلى الرغم من أن عدلي كان قريب جدا من الحضور إلى تربص الخوض واللعب وديتين غينيا ونيجيريا، وبينما كان شبه أكيد بالنسبة لحضوره للجزائر قبل أيام قليلة، فإن عدلي لن يحضر خلال تربص يعني نهاية شهر سبتمبر التي ستحتضنها مباراتين وديتين ضد غينيا ونيجيريا نهاية سبتمبر، وللتذكير فإن أبدأ اللعاب السابق في فريق باريس سان جيرمان يعني استعداده للانضمام إلى المنتخب قبل انسحابه. حنا بين نهضروا كلمة نهضروا حاجة صغيرة برك، حنا هذه تاع بيجي وصيك ومنا وأبدى عن رغباته وكلش. يا جماعة حنا شاهدنا عدلي يهدر، انتوما شفتوا عدلي يهدر قال بين لعب الجزائر؟ أعطونا فيديو تاع عدلي قال لعب الجزائر، أعطونا فيديو. أعطونا فيديو. أنا نقول لكم باللي الاتحادية دارت لي عليها، الاتحادية دارت لي عليها تعنت مدرب ما بغاش يهضر معاه، وما زبزب دارت لي عليه واحد يهضر الصح. شو نهضروا الصح؟ أنا زبزب مانيش معاه بصح نهضر الحقيقة، باللي هاد اللعابة ما تصلش بيهم المدرب، وأنا مانيش ضد المدرب. الله يسهل عليه، عنده خيارات تاوعو، تولي بلا بيهم ينجح، تولي بلا عدلي وبلا بلا كيما نقولوا حنايا العوار ولا بالك ينجح، بالك سبحان الله انت شاعر، بالك باقي عنده اللمسه السحريه تاعو، بالك يعاود ينجح، بالك يعاود مع يروبلوني مع اللعابه تاع الخليج ويعاود يقلع، ما تنجمش ما كاش اللي يعرفه. وبحسب آخر أخبار فإن ياسين عدلي الذي أعطى موافقته على ارتداء قميص الثعالب قبل أسابيع قليلة لم يعد مستعد بعد، وكشف الموقع يعني على أن اللاعب وسط الجزائري يعني الخريج مدرسة باريس سان جيرمان ياسين عدلي كان 100% للجزائر قبل أن تنقلب الأمور في اللحظات الأخيرة. وحسب ذات مصدر فإن وضعية الرياضية عندما كان في بوردو كان في وضع غير مريح للتقدم للحصول على مكانة، ولكن الآن بعد أن انتقل إلى ميلو يفكر ياسين بشكل مختلف، ويمكنه الانتظار يعني من منتخب يعني هو ما هدرش كاع. شيء واحد مؤكد هو أن وضعه في ميلو يقلقه ويداوي يدفعه أيضا إلى التحلي بالصبر لانضمام إلى المنتخب الوطني. من الواضح أن اللاعب الجزائري بالنسبة لعدلي يعني للجزائر بالنسبة لعدلي بعد يعد خيار صحيح، مثل ارتداء قميص يعني الثلاثي الألوان. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: هل كان سيتخذ نفس الموقف إذ اتصل به المدرب الفرنسي؟ أولا يعني إجابة، وين قال لك الإجابة واضحة بالخبير روحو، يا ودي انتوما دروك أنا ما فهمناكمش، بالماضي يتصل، بالماضي يتصل بشرقي، بالماضي وحنا نقول لكم يا ودي مكاش منها ما تصل بهم. انتوما الناس تبغوا تبيعوا الأوهام، والفتوا بيع الأوهام والشعبوية. أي يقولون باللي ودي ما كاش منها وما أي يقولون، أي خرجوا هدروا يبركونا من ذر هدرات تاعكم، هدر على بالك زايدة هدرات تاعكم هذه اللي خلت هدر على بالك باللي أنا مادام نقارعوا ديشون هو يدير القائمة الأولى، هراوي راه نهار المغرب هذاك تاع إسبانيا هذاك اللعاب تاعهم تاع إسبانيا الزرزوري ولا ما كيسموه، اسبانيا حطاتو منه وما حطوه منه، وحطوهما الولا داروا قائمه حطوهما الولا بعدين حطوا هذوك، يعني في الامر الواقع حنا لا نقارعوا لفرنسا تحط، كيف فرنسا تحط نخرجوا حنا نعايروا، نخرجوا نعايروا، رغم ان عوار ديك الضربه راه بخطرات هو يريفيزي فرنسا، هو يعاير فيهم ولا يقول لهم هذوما يلعبوا مع فرنسا، هذو من وهذو من صحافي قالوا عليهم، قال يا بركانه قالوا تهضر لي عليهم، كان هو بغى يفهمنا بلي هذا اللعاب لا ما عندوش سليمان يجمع هذو افضل في العالم. ها الغلطه تاعك وين وصلتك؟ دير قائمه تاعك ديرها تقارش القاسي بلا ما تنساو، اعطونا جيم
كومونتير وبارطاجيو لنا الفيديو باش ان شاء الله بربي نقعدوا ديما معكم بجديد ان شاء الله. صحيتو وربي يحفظكم.